أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في كلمته خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي مصر 2022 أن الحكومة ستعمل خلال الأجل القصير على تنفيذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الفاعلة. تضمنت هذه الإجراءات تبني آلية تواصل مستمر ما بين الحكومة وكافة الفئات الأخرى للتعرف على أهم العقبات التي تواجه قطاعات الاقتصاد المصري ووضع حلول عاجلة لها. هتعمل الحكومة خلال الأجل القصير على تنفيذ الإجراءات التالية، وده أهم شيء إن احنا نخرج بإجراءات واضحة تكون معروفة للجميع. أولاً، تبني آلية تواصل مستمرة ما بين الحكومة وكافة الفئات الأخرى للتعرف على أهم العقبات التي تواجه القطاعات المختلفة للاقتصاد المصري ووضع حلول عاجلة لها بطريقة غير تقليدية. ثانياً، في ضوء ما يعني طلبوا كل المشاركين، سيتم اقتراح عقد مؤتمر سنوي اقتصادي وفي نفس الوقت ترويج للاستثمار في مصر، يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية ونعرض من خلال هذا المؤتمر فرص الاستثمار المختلفة لهذه الشركات، ولكن أيضا يكون هذا المؤتمر فرصة لنا جميعا لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خريطة طريق وعرضها أمام الرأي العام والمتخصصين. ونستهدف إن شاء الله أن يكون أول مؤتمر في هذا الشأن يبقى في النصف الأول من عام 2023 إن شاء الله.